عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع إلى هذه المحاضرة التي نظمتها وحدة الدراسات السياسية، أو تنظمها بالأحرى وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. في 27 تشرين الأول أكتوبر 2023 شنت حركة المقاومة الإسلامية حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل ترددت أصداؤه عبر العالم. أدى الهجوم إلى سقوط نحو 1200 قتيل من الجانب الإسرائيلي وجرح نحو 3000 وأسر ما لا يقل عن 240 آخرين. ردت إسرائيل بحرب مدمرة على القطاع استهدفت بشكل رئيسي معاقبة سكان غزة المدنيين باعتبار أنه لا يوجد أبرياء بينهم. كسرت فيها كل قواعد الحرب وخرقت كل مبادئ القانون الدولي. كان الهجوم وقع الصاعقة على إسرائيل وفي العالم، وتسبب بتداعيات كبرى سياسية وأمنية وعسكرية، وشغل العالم على مدى شهرين آخذاً الأضواء بعيداً عن أزمات أخرى عميقة، بما في ذلك حرب كبرى تجري في قلب أوروبا منذ حوالي عامين. أدى الهجوم إلى تقويض عقيدة الردع الإسرائيلية وكسر أسطورة تفوقها العسكري والأمني والاستخباراتي، كما وضع قدرة إسرائيل على الرد السريع محل اختبار بعد تأخرها نسبياً في التصدي للهجوم. تعد الحرب بالنسبة لكل أطرافها نقطة تحول كبرى في الصراع الدائر على أرض فلسطين منذ 75 عاماً، وستحدد نتائجها على الأرجح مستقبل إسرائيل، القضية الفلسطينية، الوضع العربي والمشهد السياسي في عموم المنطقة وربما في العالم بحسب جو بايدن. فإسرائيل تعتبرها حرب وجودية، وإيران تعتبرها نوع من بروفا أو ريهيرسل في حال وقع هجوم عليها، أما الرئيس بايدن فذهب إلى حد اعتبار أن نتيجة حرب غزة ستحدد مصير النظام الدولي عندما قام بربطها مباشرة بمصير الصراع الدائر مع روسيا في أوكرانيا ومع الصين حول تايوان ومع إيران حول شكل الشرق الأوسط. بهذا المعنى تسببت الحرب بنقاش غير مسبوق حول العالم تناولت جوانبها السياسية والأخلاقية والقانونية، وهو عنوان محاضرتنا اليوم: الحرب على غزة، السياسة والأخلاق والقانون الدولي. وأنا لا أعرف حقيقة محاضرا يتناول هذا الموضوع بتعقيداته وتشابكاته ملما بتفاصيله أكثر من الدكتور عزمي. وأنا أعرف أيضا بحكم معرفة الوثيقة به أن ليس هناك قضية عامة تشغله مقدار انشغاله واشتغاله بالقضية الفلسطينية ما يجعله المرجع فيها. الدكتور عزمي طبعا غني عن أي تعريف، لكن قبل أن أعرف لابد أن أشير إلى أن المحاضرة تتألف من 3 أجزاء أساسية. الجزء الأول يتعلق بالخلفيات السياسية للحرب على غزة، والجزء الثاني يرتبط بهذا النقاش الفكري الذي دار خصوصا في العالم الغربي وبين المثقفين الغربيين حول هذه الحرب، والجزء الثالث مرتبط بطبيعة الحال بالقانون الدولي والإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. طبعا الدكتور عزمي كما ذكرت غني عن أي تعريف، مع ذلك يعني يمكنني في عجالة أن أقدمه من خلال يعني جملة إنجازات التي يعني قدمها خلال السنوات القليلة الماضية. دكتور عزمي هو المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا، ومفكر وباحث عربي نشر له العديد من الكتب والدراسات والبحوث بلغات مختلفة في الفكر السياسي والنظرية الاجتماعية والفلسفة. ومن أبرز مؤلفاته باللغة العربية المجتمع المدني، دراسة نقدية عام 96، من يهودية الدولة حتى شارون عام 2004، في المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي عام 2007، أن تكون عربيا في أيامنا عام 2009، في الثورة والقابلية للثورة عام 2012، الدين والعلمانية في سياق تاريخي جزءان في 3 مجلدات عام 2013 و2015، الجيش والسياسة إشكاليات نظرية ونماذج عربية عام 2017، تنظيم الدولة المكنى بداعش إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة عام 2018، في الإجابة عن سؤال ما الشعبوية عام 2019، الانتقال الديمقراطي وإشكالياته دراسة نظرية وتطبيقية عام 2020. ومن هذه الكتب ما أصبح كتبا مرجعية في مجالها، وصدر له طبعا مؤخرا كتاب بعنوان مسألة الدولة أطروحات
أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات، وقد صدر هذا العام. طبعا نشر له عديد من المؤلفات أيضا باللغة الإنجليزية، آخرها كتاب Palestine Matters of Truth and Justice في عام 2020 عن دار هيرس للنشر، وكتاب Selfism Concepts and Context في عام 2022، أو بالأحرى On Selfism Concepts and Context في عام 2022 عن دار نشر جامعة ستانفورد، وكتاب Sectarianism Without Sects في عام 2021 عن دار نشر جامعة أوكسفورد، كما نشرت له ثلاثية الثورات العربية باللغة الإنجليزية عن دار نشر أي بي تاورس. هناك أيضا كتب عديدة، لكن اختصارا للوقت يعني أنا أريد أن أنتقل مباشرة إلى الدكتور عزمي لأعطيه الكلام. تفضل دكتور. مساء الخير سيدات والسادة. طبعا دكتور مروان وفر علي كيف بنيت المحاضرة، تتحملون يعني وقت طويل إلى حين فتح مجال للأسئلة حول القضايا وين رايحة الدنيا إلى آخره، لكن أنا سأتركز في يعني فرش يعني أساس لأي نقاش ممكن حول الموضوع. الآن نظراتي. أبدأ بمقدمة وخلفية سياسية. كان الهجوم الذي قامت به حركة المقاومة الإسلامية حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 على معسكر الجيش الإسرائيلي، على معسكرات للجيش الإسرائيلي وبعض المستوطنات فيما يسمى غلاف غزة، ساعقا بالنسبة إلى إسرائيل والأطراف الدولية والإقليمية التي راهنت على انحلال القضية الفلسطينية بدلا من حلها، وذلك بتحقيق اتفاقيات سلام عربية إسرائيلية منفصلة. وقادت تلك الأجواء إلى نوع من الاسترخاء في إسرائيل، إلى درجة رفض التفاوض حتى مع السلطة الفلسطينية، والتحلل حتى من مسار أوسلو، والاكتفاء بتحسين الظروف الاقتصادية في الضفة الغربية بإتاحة المجال لأعداد أكبر من الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، كما عبر عنه ليس فقط بعدم الجاهزية الاستخبارية، وإنما أيضاً بترخيص تنظيم احتفالات على حدود ما يمكن اعتباره سجناً كبيراً يعيش داخله أكثر من 2 مليون فلسطيني. لم يكن هذا الهجوم وليد لحظته، بل كان نتاج تخطيط وتدريب استمر نحو 2 عام. خلال هذين 2 عام تواصل توسيع الاستيطان في المناطق المحتلة على نحو غير مسبوق، إذ صنف عام 2022 بأنه من أسوأ السنوات على صعيد الاستيطان منذ احتلال الضفة الغربية والقدس عام 67. طبعا يمكن في قائمة هنا، هاي قائمة أمامكم بالاستيطان لحد وخصوصا تكثيفه عام 2022، وأيضا ازدادت وتيرة الاقتحامات في المسجد الأقصى، ولا سيما في عام 2022 عدد الاقتحامات في المسجد الأقصى أعتقد أيضا مفروض يكون موجود، وعدد اللي شاركوا فيها، ما يبين أن إسرائيل لم تستفد على الإطلاق من عملية سيف القدس التي قامت بها حركة حماس نفسها في أيار مايو 2021، وذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحركة بخصوص المسجد الأقصى منذ ذلك الحين. وازداد الحديث في هذين 2 عامين أيضاً عن احتمالات توسيع التطبيع العربي مع إسرائيل، مع التشديد على عدم أهمية قضية فلسطين للحكومات العربية، والاكتفاء بذكر تحسين شروط حياة الفلسطينيين وفق مفردات الاتفاقيات الإبراهيمية عام 2020. أثارت عملية 7 تشرين الأول أكتوبر، خلينا نسميها من الآن 7 أكتوبر، غضباً وصل إلى حد فقدان التوازن في المجتمع الإسرائيلي، لأنها جمعت بين عنصرين وهما حجم الضحايا وتنفيذ عمليات هجومية واسعة متزامنة في مناطق تقع ضمن حدود 4 من حزيران عام 67 من جهة أخرى، وهو ما لم يحدث منذ عام 48. وقد كانت بنيتها، أي بنية هذه العملية، أقرب إلى الحملات الحربية الهجومية من العمليات التي قامت بها منظمات فلسطينية حتى ذلك التاريخ، فهي لم تقتصر على عملية تفجير منفردة أو كمائن أو غيرها، بل شملت عدة عناصر بما في ذلك التخطيط والرصد والهجمات المتعددة والمداهمة والسيطرة والأسر وغيرها، ما ينسي المراقب حقيقة أن من قام بها هو فصيل مسلح يسيطر، أخضع لمراقبة شديدة على مدار الساعة منذ ما يقارب 2 عقدين، وما زالت تعد دوليا منطقة محتلة رغم انسحاب الإسرائيلي من طرف 1 عام 2005. لقد اختلط لدى الحكومة الإسرائيلية الغضب الشديد مع الخوف الوجودي لدى السكان،
وهذه المرة لم يقتصر الأمر على مجرد دعاية دأبت على ترديد مسألة الخطر الوجودي على الكيان الذي يحتل أراضي دول أخرى، بل ساد فعلاً شعور إسرائيلي بأن هذه العملية إذا مرت من دون رد يمنع تكرارها مستقبلاً فسوف تصبح إسرائيل في خطر وجودي فعلاً، وذلك بسبب تآكل هيبة الردع لديها. يعني مش خطر وجودي فيزيكال، بس تآكل هيبة الردع تعده في هيك منطقة تعد خطر وجودي، حتى في نظر المطبعين العرب الذين يعولون على التحالف معها فضلا عن الشعوب العربية المناهضة للتطبيع أصلا. شاركت الولايات المتحدة إسرائيل انسعاقها وغضبها إلى درجة عدم الاكتفاء بتكرير الرواية الإسرائيلية عن أحداث 7 أكتوبر بحذافيرها، وإنما من خلال المشاركة أيضا بالاستنتاجات المتعلقة بضرورة التخلص من حركة حماس، على الرغم من معرفتها أن هذا يعني تدمير قطاع غزة وقتل أعداد يصعب حصرها من المدنيين، وأن الضوء الأخضر الأمريكي والتواطؤ في شن حرب شاملة قد يستغل إسرائيلياً ليس فقط لارتكاب جرائم إبادة بل أيضاً لتنفيذ خطط تهجير قديمة. وقد صارح بنيامين نتنياهو ضيوفه العديدين في الأسبوع الأول، وهي معلومات، في الأسبوع الأول الذي تلى العملية بهذه الرغبة الإسرائيلية في تهجير سكان قطاع غزة، وطالب الدول الغربية بمساعدته بما في ذلك في الضغط على مصر للتعاون في تنفيذ المخطط، ولا سيما أن الموضوع بحث سابقا. هذا بالنسبة إلى كبارهم، يعني نتنياهو أمثاله. أما صغارهم فتباروا بالتصريحات العلنية في وسائل الإعلام بنية ارتكاب جرائم إبادة جماعية والتهجير، وكأنهم يطبقون الحكمة السائرة اعرفوا أسرارهم من صغارهم. مجموعة التصريحات كان يصعب حصرها الحقيقة، اشتغلنا كتير لحصرناها، اللي بتنادي بالإبادة الجماعية، يعني تحكي على إبادة جماعية قنبلة نووية وتهجير يصعب حصرها، طلعت علنية يعني بوسائل الإعلام كانوا يتنافسوا فيها يعني. ووصل التورط الأمريكي إلى حد مشاركة رئيس الولايات المتحدة ووزير خارجيته شخصياً في اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي التي مهدت للحرب البرية على قطاع غزة، أمور كلها غير مسبوقة الحقيقة. لقد بنى الرئيس الأمريكي جو بايدن استراتيجيته الدولية للسنتين الأخيرتين من حكمه على التركيز على التوسع الصيني وتحجيم روسيا بدعم أوكرانيا على نحو حازم ومثابر، وعدم التسامح مع أي تردد تبديه الدول الأوروبية، أقصد أوروبا الغربية، وذلك لإعادة التماسك إلى حلف شمال الأطلسي الناتو بعد أن فرق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شمله، وإرسال رسالة قوية لروسيا والصين متعلقة بوقف تمدد محوريهما أو محاورهما دولياً ولا سيما في آسيا وأوروبا، ووقف محاولتهما في التأثير في الدول الغربية نفسها. وشملت هذه العقيدة الجديدة ضمان ولاء حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في مقابل ترتيب أوضاعهم والتنازل عن توجيه النقد لهم في قضايا حقوق الإنسان، في مواجهة احتمالات توسع النفوذين الصيني والروسي في الشرق الأوسط من دون الحاجة إلى التدخل العسكري الأمريكي المباشر، وذلك من خلال بناء محور إسرائيلي عربي موال للولايات المتحدة يمكنه ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة. هلا بغض النظر عن نقاشنا من المتعلق بشو يعني الأمن والاستقرار، وإدماج إسرائيل طرفا فاعلا ومقبولا في تصورات الأمن والاستقرار الإقليميين. عملياً اتخذت سياسات بايدن مساراً معاكساً لسياسات ترامب عالمياً بما في ذلك في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حتى قضية فنزويلا شفتوا بايدن أخذ اتجاه معاكس لترامب، لكنه في الشرق الأوسط لم يخالف سياسات ترامب، بل استمر على سياسة سابقه نفسها بعد توتر مؤقت مع القيادة السعودية وانت أنهى، ما يذكر باستمرار سياسات الحرب الباردة في الشرق الأوسط بعد انتهائها في كل مكان في التسعينات. والسبب هو وجود إسرائيل في المنطقة وإخضاع أجندات الولايات المتحدة فيها لأجندات إسرائيل. تطلب بناء هذا المحور الذي من المفترض أن يمتد من الهند حتى حدود أوروبا تجاهل قضية فلسطين وتهميشها. وقد أثبتت هذه العملية الأخيرة ورد الفعل الإسرائيلي عليها
ورد فعل الشعوب العربية على رد الفعل الإسرائيلي وانشغال الرأي العام العالمي بالحرب أن قضية فلسطين غير قابلة للتجاهل أو التهميش. وهذا يفسر جزءاً كبيراً من الغضب الأمريكي والتوافق مع إسرائيل على ضرب حماس إلى درجة لا تعود بعدها تشكل قوة مسلحة جدية قادرة على إفساد الترتيبات الإقليمية، وألا تعود قوة قادرة على حكم قطاع غزة وإدارته. أي أن استنتاج بايدن حتى بداية الحرب من فشل تهميش قضية فلسطين لم يتمثل في ضرورة حل قضية فلسطين حلا عادلا، وإنما في ضرورة القضاء على حماس وكل ما يحول دون هذا التهميش. هذا لحد قبل أسابيع، لا ندري تغيرت الاستنتاجات، سوف نرى. وقد عبر الصحيفة إيكونوميست، أفضل أو أسوأ تعبير حسب وجهة النظر، عن ضرورة مواجهة تمدد محاور الصين وروسيا وربما إيران بحزم، وأن لا يرمش not to blink وأن لا يرمش في بايدن في دعمه لإسرائيل ضد حماس. وعنونت غلاف عدد المجلة في 28 تشرين الأول أكتوبر 2023 بعبارة امتحان أمريكا، أمريكاز تيست، دعم إسرائيل، الوقوف بدون ما يرمش فوق صورة بايدن وكأنه ماشي يمشت الواثق. طبعا بدك تصوره ستلتي في يبين واثق، لأنه إذا بيكون موفينج صعب يبين واثق يعني. الآن فاجأت الصحيفة بعض قرائها من الليبراليين في حدة موقفها في فلسطين كما في أوكرانيا، وكان بايدن يشاركها المزاج الصدامي غير الصارم لمواجهة أعداء الغرب، حتى لو تطلب الأمر التضحية بسكان غزة الذين ربما ولدوا في المكان الخطأ. يعني الصرامة في مواجهة الصين وروسيا لو تطلب التضحية بكل غزة، مش قصة يعني، هكذا يبدو. لولا ما ثبت أنه عدم تهميش قضية فلسطين بالناحيتين بيمشيش، على مستوى الشعوب كمان بيمشيش. وبعد التهويل والمبالغة وإقحام الهولوكوست وتشبيه حماس المغرض بداعش وكل ما يبرر حربا شعواء دون قيود، دخل نتنياهو وبيني غانتس ويوآف جالانت الحرب مرددين اقتباسات من خطاب وينستون تشرشل الذي أعلن فيه الحرب على ألمانيا، وكأنهم يواجهون دولة عظمى. أنا مش عم بمزح، بحكي جد. يوم ما أعلنوا أنه فايتين حرب صاروا يقتبسوا خطاب تشرشل لما دخل في الحرب ضد النازية كأنه حماس دولة عظمى. كان منظر فعلا كاريكاتيريا يعني. لقد شنوا حربا بأحدث الأسلحة الجوية والبرية والبحرية على شعب محاصر داخل معسكر اعتقال كبير لا يمكنه فيه الهرب من القصف. ولكن مجريات الحرب بعد الأسابيع الأولى وانفضاح عدد من الأكاذيب الإسرائيلية، برضو حاولنا نحصرهم. هلأ هون هدول الأكاذيب يعني 8 صفحات على فكرة، يعني اللي حصرناه من الأكاذيب الإسرائيلية اللي انفضحوا وانفضاح عدد من الأكاذيب الإسرائيلية وتبين حجم الكارثة التي تعرض لها سكان القطاع، وبدء حصول تصدعات في جدار الرأي العام العربي الذي امتثل في البداية، تأسف الغربي الذي امتثل في البداية للخطاب الأمريكي، قد يغير استنتاجات الإدارة الأمريكية. وإذا خسر بايدن الانتخابات فستكون هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الدعم غير المشروط لكل ما تقوم به إسرائيل إضافة إلى الوضع الاقتصادي سبباً لخسارة رئيس أمريكي الانتخابات. فقد تقلص دعم بايدن بين الشباب والأمريكيين من أصل أفريقي ومن أصول لاتينية، وهو الدعم الذي يعوض الفرق لصالح ترامب بين البيض البالغين. ولكن البديل الحالي لا يختلف عنه في هذا الموضوع، يعني ترامب لا يختلف عن بايدن في الموضوع الفلسطيني، تغيير بايدن بالعكس، وهو أسوأ من بايدن في جميع القضايا الأخرى. يعني في الموضوع الفلسطيني ما في فرق بينهم، في جميع القضايا الأخرى طبعا ترامب أسوأ من بايدن. ماذا بشأن الدول العربية؟ تنقسم الدول العربية إلى دول مشاركة وأخرى غير مشاركة في المحور المذكور سابقا، ولكنها أيضا غير قادرة على مواجهته أو القيام بخطوات عملية بشأن قضية فلسطين. وبعضها تعامل مع قضية فلسطين أداتيا أفقدها مصداقيتها في هذا المجال تحديدا، ومنها دول منشغلة بصراعات داخلية ارتكبت فيها الأنظمة جرائم تقلل من مصداقيتها عند تناول جرائم الاحتلال الإسرائيلي. ويمكن تخيل حال الإعلام العربي إزاء ما يجري في غزة وفلسطين عموما منذ 7 أكتوبر
لو لم يتوفر المتنفس الذي توفره دولة قطر، كان تخيل وضع العالم العربي إعلاميا لولا المتنفس الموجود هون. نشوف الوضع العربي. أما الدول المطبعة فقد تشاركت الغضب مع إسرائيل والولايات المتحدة في البداية، وربما أملت أن تقضي الحرب على حماس متحملة ضرورة تغيير الخطاب السياسي مؤقتا إلى خطاب تضامني مع قطاع غزة، مع نقد حماس ومواصلة مقاطعتها إلى حين تنهي إسرائيل هذه العملية. لكن في هذه الأثناء حصلت أمور كثيرة عمقت المأزق، ولا سيما على مستوى استمرار المقاومة تكبيد إسرائيل خسائر، وانكشاف الكثير من الأكاذيب الإسرائيلية للرأي العام العربي والعالمي، والأهم وفي أكاذيب بأثر تراجع الآن عم تنكشف أكاذيب عن يوم 7 أكتوبر نفسه، بدينا بالمستشفى المعمداني وهلأ أكاذيب بخصوص يوم 7 أكتوبر وطريق التصوير ما جرى هنا. والأهم من هذا كله تجلي تضامن الشعوب نوعاً من السيطرة على أجزاء من قطاع غزة، بحيث تواصل بعدها تمشيط أو إغارات متفرقة على ما تعتبره ملاذات للمقاومة، فقد ينقلب الخطاب مرة أخرى وينتقل من ضرورة حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً إلى ضرورة إيجاد تسويات أمنية سياسية لقطاع غزة على حدة، سواء بالصيغة الإسرائيلية التي تتضمن وجود قوة منفصلة تسيطر على قطاع غزة تحت إشراف إسرائيلي، أو ربما إسرائيلي دولي بمشاركة دول عربية تنتظر القضاء على حماس. يعني ذلك استمرار وجود كيانين غير سياديين في الضفة وغزة ولكن من دون حماس، ما يمنع نشوء دولة فلسطينية في المستقبل. من الضروري إفشال هذا المخطط، وهو مرهون بصمود المقاومة ورصانة الخطاب، يعني الإفشال مرهون بصمود المقاومة ورصانة الخطاب السياسي الذي يرافق الصمود. ما بكفي الصمود، بدك خطاب سياسي رصين يرافق الصمود وحكيم كمان يرافق الصمود، واستمرار الضغط لوقف هذه الحرب، وتجاوب أوساط واسعة من الرأي العام العربي والعالمي مع ضرورة حل قضية فلسطين حلا عادلا، ورفض هذه الأوساط الانشغال بترتيب أمني لقطاع غزة والبحث عن شركاء عرب لهذا الترتيب، وأيضا رفض العودة إلى نموذج شبيه بما يسمى عملية السلام المستمرة منذ 30 عاما، وإعادة تشكيل منظمة التحرير والمؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع لكي تتمكن من فرض نموذج يقوم فيه التفاوض على مبادئ واضحة للحل. ويجب التفكير مليا في هذا الأمر، إذ قد يسهم طرح مثل هذه المشاريع السياسية في وقف هذه الحرب، وكل شيء مرهون بصمود المقاومة والتضامن الإنساني مع الشعب في غزة. بالنسبة لإسرائيل، لا شك في أن أثر العملية العسكرية المباشرة هو انغلاق المجتمع الإسرائيلي وشعوره بعزلة إقليمية، وعودة المقاربات العسكريتارية، وعدم تحميل المسؤولية عما جرى في ذلك اليوم للاحتلال ولا لسياسات إسرائيل، بل جرى عزو الكارثة التي وقعت إلى إخفاق استخباري وعسكري. وربط البعض هذا كله بانشغال حكومة بنيامين نتنياهو بأولويات أخرى غير متطلبات الأمن، كما في فرض الإصلاح القضائي بالتحالف مع تيار الصهيونية الدينية، ذلك الإصلاح الذي شق المجتمع الإسرائيلي ووصلت آثاره إلى قوات الاحتياط والجيش نفسه. إن الانزياح الإسرائيلي نحو العسكرة مجدداً لا يعني تراجع هيمنة خطاب الصهيونية الدينية في قضية فلسطين، فالذين يتصدرون السياسة الإسرائيلية في استطلاعات الرأي هم القوميون المتطرفون، ومنهم متدينون مثل نفتالي بنت اللي كان رئيس وزراء على فكرة من اللي بتصدروا استطلاعات الرأي الآن، وغير متدينين مثل الجنرالات العلمانيين أمثال غانس وأيزنكوت إلى آخره. والمشترك بينهم هو النزعة الأمنية العسكرية ورفض عناصر الحل العادل لقضية فلسطين. يهمش هذا التحالف الأحزاب الدينية حالياً مرحلياً، وينشئ مركزاً جديداً للخارطة السياسية لإسرائيل في المرحلة الراهنة. ويتلخص سلوك الإسرائيلي العام بالتلاحم القبلي بحثاً عن العزاء والأمن لتبديد الخوف، وذلك أولاً وقبل كل شيء لاستعادة التوازن وهيبة الردع بتنفيذ الانتقام الثأري من الفلسطينيين في قطاع غزة وأيضاً في الضفة الغربية. وفي رأيي هذا أهم ما يفسر ما يجري حالياً في المجتمع الإسرائيلي، من ناحية مثلاً أنه لا يوجد أي عربي في استوديوهات الإعلام الإسرائيلي من 40 يوم،
والعودة إلى التعامل مع المواطنين العرب في الداخل كأنهم أعداء أو أعداء محتملين، عليهم الصمت والتزام الحذر. وتبين في هذه الأثناء مرة أخرى أن مواطنة العرب في إسرائيل لا تقوم في نظر الأغلبية اليهودية على أساس ديمقراطي، بل على أساس تسامح المتفوق، tolerance of the superior. فالمواطنة حتى من الدرجة الثانية صالحة لأزمنة التسامح مع الآخر، ولكنها غير صالحة على الإطلاق حين يشعر المجتمع الإسرائيلي بالتهديد بروح التولرنس وبطلوح المواطنة، ترجع قبيلي. ولا يبدي هذا المجتمع حاليا أي تسامح تجاه المواطنين العرب ولا تجاه الآراء الإسرائيلية نفسها القليلة المتضامنة مع الشعب الواقع تحت الاحتلال أو تلك التي تشكك في الحل العسكري. لقد انضمت إسرائيل إلى قائمة الدول التي قد تؤدي فيها تغريدة إلى الاعتقال، هذا جديد، يعني صارت منسجمة أكثر مع محيطها، أو بطرد طلاب وأساتذة من الجامعة بسبب آرائهم التي يشتم منها تأييد مقاومة الاحتلال أو التسامح معها. وقد أهمل أحد أهم الأمثلة التي تصور بدقة الانتقام الثأر الإسرائيلي، إذ تركز الاهتمام بحق، بالطبع تركز بحق، على القصف الهمجي للمدنيين في قطاع غزة بما في ذلك الأبراج السكنية والمدارس والمستشفيات، لأن هذه مظاهره الأساسية التي سوف ترسخ في صورها التي سوف ترسخ صورها في أذهاننا إلى الأبد، حتى كاد الهوس الإسرائيلي بالمستشفيات والمدارس وقصفها يصبح متلازمة إسرائيل، يعني إسرائيلي سندروم موضوع المستشفيات والمدارس، وهيك لازم يدخل على التاريخ. أما المثال الذي أقصد فلا يتضمن قتل عشرات الآلاف، ولكنه يظهر الثأرية على نحو أوضح، وأقصد انتقام الدولة اليهودية وليس المجتمع فحسب من العمال الغزاويين الذين علقوا في إسرائيل بعد 7 أكتوبر. بقي شوية عمال بإسرائيل بعد 7 أكتوبر، هؤلاء عمال لا تسكن حماس في وسطهم، ولا هم إرهابيون ولا دروع بشرية للإرهابيين، إنهم عمال يعملون لدى مشغلين إسرائيليين، ولا ذنب لهم سوى كونهم عربا فلسطينيين علقوا في وسط قبيلة ممتدة تحركها مشاعر الانتقام ولا تحتمل أي آخر في وسطها. لقد جرى اعتقال هؤلاء العمال وتعريتهم وسرقة رواتبهم والتنكيل بهم وتعذيبهم، وقتل 2 منهم قبل نقل قسم منهم إلى الضفة الغربية وإبقاء قسم آخر في الاعتقال، ثم ألقي بهم في قطاع غزة في ظل القصف. يعني هذا من شان قضية الكولاترال دامج ودروع بشرية وإلى آخره، عمال بيشتغلوا عندنا. هذا السجال العجيب بشأن المصطلحات سأتطرق إليه الآن فيما يتعلق بكل ما يجري الحديث عنه حول جينوسايد ولا مش جينوسايد، إبادة بشرية ولا مش إبادة جماعية إلى آخره. انتقل موقف الحكومات والمؤسسات الإعلامية الإسرائيلية وضيوفها من خبراء ومثقفين من الصدمة والفزع، مش هيك؟ شوك أند هورور بكل محل بيحكوا عنه، وترديد الرواية الإسرائيلية بحذافيرها بشأن ذلك اليوم إلى قرع طبول الحرب مع إسرائيل ودعم العملية العسكرية وتبني الرواية الإسرائيلية حول العمليات بما في ذلك الأكاذيب. وسرعان ما نشأت أجواء شمولية على مستوى الخطاب تذكر بلفظ بعرفش اللي سامعين فيه في لفظ جلايش شالتونغ الألماني. جلايش شالتونغ بتعني بالإنجليزي سينكرونايزيشن، بس بالمرحلة النازية جلايش شالتونغ كانت تعني توجيه مجمل نشاط مؤسسات الدولة والمجتمع إلى خدمة الهدف نفسه، ما يتطلب درجة عالية من السيطرة والتنسيق والانسجام الشعوري والقابلية للإنقياد. أيضا نذكر جميعا الأجواء التي نتجت وأنتجت بعد عملية 11 سبتمبر الإرهابية الإجرامية في نيويورك ضد العرب والمسلمين وشيطنة الإسلام نفسه، وتلك التي انتشرت في أوروبا والولايات المتحدة بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا، بدءا من الموقف الذي ينسب الشر نفسه أو على الأقل مجموعة صفات جوهرانية سلبية إلى الطرف الآخر، مرورا برفض أي تفسير عقلاني لما قام به المنفذون منفذو العمليات أو منفذو احتلال أوكرانيا بحجة أن التفسير العقلاني هو تبرير، يعني any interpretation is justification، بحجة أن التفسير العقلاني هو تبرير بالتالي من ممنوع التفسير، مصرا هذا الموقف على بدء أي كلام
بالحدث نفسه وكأن التاريخ به بدأ وصولا إلى التعبئة للحرب، فلا حل سوى استخدام القوة التي تعد دفاعا عن النفس ضد فعل عنف صادم تفسيره فيه هو ذاته، ما في تفسير خارج الفعل، الفعل يفسر ذاته. إنه الشر العنيف الذي لا يمكن مواجهته إلا بالخير العنيف. إنها قصة أبناء النور ضد أبناء الظلام التي كررها نتنياهو عدة مرات منذ بدء الحرب على غزة، هاي تصريحه. Sons, children of light against children of darkness. وفيما عدا الاستعداد لقول أي شيء لأغراض البلاغة الدعائية، يحتاج المرء إلى الإصابة البليغة بحمى أو بعمل ألوان ليصنف نفسه ضمن أبناء النور والآخرين بوصفهم أبناء الظلام. هاي بدأ على ألوان، ما في يعني غير أبناء نور وأبناء ظلام. وفي سياق تجييش دول حلف الناتو وشعوبه ضد روسيا التي اعتدت فعلا على أوكرانيا واحتلت أراضيها عمل عدواني بالطبع، بلغ الأمر إلى حد مصادرة أموال رجال الأعمال في تعد على مبدأ رأسمالي مقدس يفترض هو الملكية الخاصة. ما بتعود سارية المفعول في لما في الآخر، كل شيء في داخل الوي داخل نحن بيصير مظلم. بلغ الأمر كما قلت إلى مصادرة الأموال، مقاطعة الموسيقيين والفرق الرياضية، وحتى كتب الأدب الروسي صارت ممنوعة تصادر من المكتبات في بعض الدول. لا يمكن وصف هذا السلوك الهستيري إلا بالشمولية. وقد وصل الأمر عن جد هلأ إلى حد المهزلة حين حرمت القطط الروسية من المشاركة في مسابقة نظمتها الفيدرالية العالمية للقطط. هذا فيه هيك شيء؟ نعم، يوجد كيان كهذا بيعمل مسابقة سنوية لجمال القطط ومنعت القطط الروسية من المشاركة فيه. شوفوا لوين بتوصل الشمولية والهستيريا. يعني تتصرف الدول الديمقراطية في زمن الحرب على مستوى الخطاب كأنها دول شمولية، وتشارك على مستوى الخطاب طبعا مش على كل مستوى، وتشارك حتى المؤسسات التي يفترض أنها مستقلة عن الدولة بالتجييش ونشر الشائعات والأكاذيب ضد الخصم وصولا إلى شيطنته. وفي حالة عملية حماس الأخيرة ضد إسرائيل، تصرفت الدول الغربية كأن نحن واحدة تضمها مع إسرائيل. نحن كلنا سواء أبناء النور في مقابل الآخرين، عاد سمهم ما شئت. وقد انضمت وسائل الإعلام إلى جوقة التحريض متنازلة عن أبسط قواعد الحياد، حتى الحياد السلبي، وكأنها جزء من حملة منظمة. ولكن الخطير في الأمر أنها لم تكن منظمة ولا بحاجة إلى تنظيم، بل كانت تفكر ضمن القوالب والكليشيهات نفسها، وأنها تشعر بالتهديد ذاته حين تواجه خصما من ثقافة أخرى. ولا يتسع المجال للتذكير بأنسنة الضحايا الإسرائيليين وعرض قصصهم الشخصية واستضافة أقاربهم ومعارفهم للحديث عنهم مطولا بوصفهم أفرادا لكل منهم عالمه الخاص، في مقابل مجهولية الضحايا الفلسطينيين الذي لا يكاد الإعلام العربي الغربي يعترف بعددهم وتذريرهم مثل الغبار human dust، ونزع الصفة الفردية عنهم. وليس في وسعنا حتى البدء بسرد الكلمات المشحونة المستخدمة في الخبر عن الفلسطينيين مقارنة باللغة المعيارية الموجبة في صياغة الخبر عن إسرائيل. وأعتقد أن بعض الباحثين بما في ذلك عندنا هون في الإعلام قد فعل ذلك ووفر عليه الحديث. دفع هذا الواقع البعض عندنا إلى التشكيك بقيم العدالة والحرية والمساواة، وهذا خطأ جسيم، وكأنها مجرد نفاق، متناسيا الفرق بين القيم الأخلاقية التي يفترض أن تجمع الإنسانية وتشكل أساسا للحوار والتواصل والحكم على التصرفات وطرح المطالب العادلة، بأي لغة بنطرح مطالبنا إحنا إذا ليس بلغة القيم الكونية، وبين النفاق الأخلاقي الذي يغطي المصالح والعصبيات، وشتان بين الأمرين. ولم ينجو من هذه الأجواء مفكرون يعدهم الغرب العرب المعجبين بهم أصحاب قيم كونية سواء كانت يسارية أم ليبرالية، ومنهم يورغن هابرماس وشيلا بن حبيب. فكثير من المتنورين بلغة القرن الثامن عشر الفرنسي لا يتجاوزون الهوة الفاصلة بين القيم الكونية في مضمونها من جهة وكونيتها لناحية نطاق سريانها من جهة أخرى. في فرق بين أن القيم كونية لكن تسري فقط على مجموعة من الناس، يعني هي كونية في المضمون وغير كونية بالسريان، لا تسري على الجميع، وهذا مفروض معنى كونية. هنا أود أن أذكر الذين يفاجؤون بحجم الاهتمام الغربي إلى درجة التغطية المتواصلة
لما جرى منذ 7 أكتوبر. أكيد في ناس حاسدين على هالقصة إن ولي العرب العالم مشغول بالفلسطينيين، يعني تغطية مستمرة، يعني حتى أوكرانيا مش هيك، سي إن إن تغطية 24 ساعة وبي بي سي. هنا أود أن أذكر الذين يفاجئون بحجم الاهتمام الغربي إلى درجة التغطية المتواصلة لما جرى منذ 7 أكتوبر وكأن الحرب جارية على أرض أوروبا أو أمريكا الشمالية، بأن موضوع هذا الاهتمام ليس الشعب الفلسطيني بل إسرائيل. الدولة اليهودية هي موضوع الاهتمام، ولو كان خصم الشعب الفلسطيني احتلال آخر غير الاحتلال الإسرائيلي لما لقي مثل هذا الاهتمام. مش مهتمين فينا يعني. ويمكنكم المقارنة بين ذلك والاهتمام الإعلامي بصراعات أخرى في المنطقة. أقول هذا لمناضلين من أجل قضايا عادلة في بلدان أخرى حتى لا يحسد الشعب الفلسطيني على كل هذا الاهتمام السلبي في غالبيته. فالاهتمام ليس بالشعب الفلسطيني بل بإسرائيل، ولذلك تعج وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في مختلف أنحاء العالم بالحوارات التي تنتهي والمبارزات الكلامية بشأن ما يجري في بلادنا والتي لا يحظى بها السودان ولا سوريا ولا اليمن ولا حتى الصين واليابان يا سيدي على عظمتهما. إن من خصوصيات القضية الفلسطينية التي أسهمت في تعقيدها وتشابكها مع مسألة عالمية هي المسألة اليهودية، ومسألة إقليمية هي المسألة العربية. سبق أن تطرقت إلى هذه الخصوصية في عدة مواضع. الآن ليورغن هابرماس، لا يستحق بيان يورغن هابرماس ضد منتقدي إسرائيل أي مناقشة علمية حوارية، فالحديث عن بيان سياسي مقتضب، يعني يشبه عريضة هيك، مقتضب يتركز أساساً على تبرير تحديد حرية نقاد إسرائيل في ألمانيا بالتعبير، ورفض تسمية ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة إبادة جماعية لأسباب متعلقة بألمانيا ذاتها وتاريخها، وأيضاً لسبب يبدو له بديهياً، هيك كتب يعني سبب بديهي، وهو أن الحرب الإسرائيلية على غزة التي سماها هو الانتقام بهجوم مضاد، هي تعابيره، لا يجوز أن يكونا محل خلاف، هذا بديهي عنده. وبدلاً من توجيه النقد إلى الحرب الفعلية الجارية في الواقع، فضل هابرماس التشديد على حرب افتراضية تجري بموجب، كمان تعابيره، مبادئ توجيهية للحرب كما سماها، وهي المبدأ الأول تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وأن يكون الهدف المبدأ الثاني إحلال السلام في المستقبل. ولا أعتقد أن هابرماس يمتلك الغرور الكافي لكي يحسب إسرائيل منصاعة لمبادئه التوجيهية، لكنه وضعها على كل حال بوصفها شروطاً بلاغية لأغراض الصياغة، بحيث يبدو دعم الحرب التي تخوضها إسرائيل مشروطاً مع أنه غير مشروط. وتابع قوله أقتبس: وعلى الرغم من القلق على مصير السكان الفلسطينيين، فإن معايير الحكم تزيغ عن الطريق تماماً عندما تعزى نيات الإبادة الجماعية جينوسايد إلى التصرفات الإسرائيلية. يجوز لك أن تقلق على مصير السكان الفلسطينيين، ولكن لا يجوز أن تسمي ذلك إبادة جماعية. أما هو نفسه فلا يعبر عن أي تعاطف أو تضامن مع الفلسطينيين، همه منصب على أن لا يسمى ما يتعرضون له إبادة جماعية، فالأمر يتعلق بحسن استخدام المصطلحات، جامعيين يعني نستخدم مصطلحات في دقة. ولا يسعفنا السيد هابرماس بإصدار حكم بنفسه على ما يسبب القلق على مصير السكان الفلسطينيين، وإذا لم يكن ما يجري لهم إبادة جماعية فما هو؟ يمتنع الفيلسوف الألماني عن التحديد. ليس لهابرماس رصيد يذكر ولا مكانة فعلية في التضامن مع شعوب خارج أوروبا، ويتركز اهتمامه العمومي في عقلنة الخطاب السياسي في أوروبا والمصالحة بين العقلانية التنويرية والعدالة الاجتماعية والليبرالية السياسية، وهنا شغله الرئيسي. وموقفه من الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 نمى عن سذاجة سياسية تليق ببروفيسور ألماني مثل كارل ماركس هيك بدي أقول، يعني كان يسخر من البروفيسورية الألمان، إذ صدق أن هدفها تصدير الديمقراطية، تعامل مع الحرب كأنه هدفها تصدير الديمقراطية، كما جسد ميل الحس الأخلاقي إلى التضاؤل والاختباء خلف النقاشات الأكاديمية بشأن المصطلحات حينما يتعلق الأمر بما يجري خارج نحن العالم الغربي، إذا صحت التسمية. وسوف نعود
إن شاء الله بيكون في وقت في نهاية نهاية المحاضرة لمصطلح الإبادة الجماعية اللي أشغل كثير من الأكاديميين في هذه المرحلة، وكأن تحديد التسمية هو الذي يحدد الموقف الأخلاقي من المسمى. ما في علاقة بين الأمرين. هذا نقاش حول مصطلح في الانترناشنال لو، هل هي كرايم أكوردينج تو انترناشنال لو؟ موقفك الأخلاقي ملوش علاقة في الموضوع. قد يكون لك موقف أخلاقي مع أو ضد بغض النظر، هي معرفة كجينوسايد ولا لا، بس هي جينوسايد وسوف ندعي هي جينوسايد وأكبر من جينوسايد. لكن بغض النظر يعني إحنا بنتناقش هي جينوسايد ولا لا، شو موقفك من اللي بيجري بغض النظر شو اسمه؟ غريب موقف هابرماس وأمثال هابرماس. انشغل بالتسمية جينوسايد، هذا لا ما بصير تسموه جينوسايد، مش هذا الموضوع. أنت شو موقفك من اللي بيصير؟ غريب. يفترض أن أو طبعا هدول يعني يفترض أن يكون قتل المدنيين الجماعي بما في ذلك استهداف المدارس والمستشفيات بالقصف العشوائي من الجو مدانا أخلاقيا بغض النظر عن تسميته الاصطلاحية. وانطباق مصطلح إبادة جماعية عليه ليس شرطا لعده جريمة نكراء وموبقة في منتهى الخصة والوضاعة، بل هو شرط لعده جريمة ضمن القانون الدولي. فالإبادة الجماعية مصطلح تعرفه بوضوح معاهدة دولية وتفصل هذه المعاهدة أركان الجريمة كما سوف نرى. يضيف هابرماس، أنا مصر عليه هذا لأنه إحنا بمعهد جامعي والبعض يعني بدرسوه يمكن وبقرأوا له طبعا بمجاله أكيد مهم، أنا مش ضد عدم تدريسه يعني. يضيف هابرماس أن تصرفات إسرائيل من دون أن يحدد هذه التصرفات لا تبرر بأي حال من الأحوال ردود الفعل المعادية للسامية وخصوصا في ألمانيا، فلا يشغله ما يجري للسكان الفلسطينيين ولا تصرفات إسرائيل، بل ردود الفعل المعادية للسامية في بلاده، ولا تعنيه أغلبية ردود الفعل الناقدة لإسرائيل وغير المعادية للسامية، وهو لا يكلف نفسه عناء ذكرها، وتتجلى ردود الفعل اللاسامية التي تمكن ومعه التي تمكن ومعه زملاؤه من رصدها في الخشية. هاي هيك الظواهر اللاسامية اللي تمكن هو زملاؤه من رصدها وذكرها في العريضة، هي تعرض اليهود واليهوديات في ألمانيا مرة أخرى لتهديدات تهدد حياتهم وأجسادهم وتجبرهم على الخوف من العنف الجسدي في الشوارع، وهو يعتبر هذا الخوف أمرا لا يطاق وغير مقبول إطلاقا. لا يجلب هابرماس أي مثال على أي خطر حقيقي تعرض له اليهود واليهوديات في ألمانيا في سياق الاحتجاج على هذه الحرب، أي مثال، بل يشير إلى القلق والخوف الذي يعيشونه من تهديدات لا ندري إذا كانت حقيقية، ويمكن أن تكون حقيقية على كل حال، ممكن تكون حقيقية. يصف هابرماس الاعتراف بالحياة اليهودية وحق إسرائيل في الوجود بأنهما عنصران أساسيان في الروح الديمقراطية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو يسبق ذلك بمبدأ احترام الكرامة الإنسانية الذي لا يجد له تطبيقاً على الفلسطينيين في غزة، وينتهي بيانه التضامني بأنه يجب على جميع أولئك الذين يقيمون في بلادنا، هاي مهمة، يجب على جميع أولئك الذين يقيمون في بلادنا والذين بثوا فيها هذه المشاعر والقناعات المعادية للسامية باعتماد شتى أنواع الذرائع، ويرون الآن فرصة ملائمة للتعبير عنها دون عائق، يعني الحرب في غزة فرصة للتعبير عن العداء للسامية اللي أجوا فيها الناس اللي الآن يقيمون في بلادنا، شيء يعني أن يلتزموا بتلك الحقوق ويمتثلون لها أو يمتثلوا لها، ويقصد بذلك الحقوق الأساسية في الحرية والسلامة الجسدية وكذلك الحماية من التشهير العنصري التي يعتبرها حقوقا غير قابلة للتجزئة وتسري على الجميع بالتساوي. ولا يسعنا بالطبع إلى الاتفاق معه، ولكن لم يكن استخدامه عبارة أولئك الذين يقيمون في بلادنا بدلا من المواطنين أو الألمان صدفة، فهو يقصد بها الإشارة إلى المهاجرين العرب والمسلمين في ألمانيا والذين لديهم أسبابهم كما يعتقد هو لاعتناق أفكار معادية للسامية. هؤلاء أصبحوا بالنسبة إلى هذا المفكر مصدر بث العداء للسامية، وين؟ في ألمانيا. البروفيسور الألماني يجد لنفسه معركة ضد غير الألمان المعادين للسامية، وبهذا يغلق الحلقة. كيف يمكنه تبرير ذلك؟ الأمر محير، إذ لم أسمع عن رواج لموقف يتهم إسرائيل بارتكاب هذه الجرائم لكونها يهودية. ما حدش قال إنه إسرائيل لكونها يهودية هي ترتكب هذه الجرائم أو لكون جنودها يهودا، ما حدش قال، ما سمعت عن هيك تهمي. لن تجد موقفا كهذا يتبناه عدد معتبر من العرب والفلسطينيين أو المحتجين على العدوان في أنحاء العالم كافة. إنه يلج
إلى حلبة السجال المستعر في الفضاء العام الغربي لكي يجري عملية إزاحة displacement إلى حلبة أخرى وهمية هي حلبة الصراع مع اللاسامية. وهذا أيضا هو حال السياسيين والمثقفين والإعلاميين الذين تظاهروا في فرنسا ضد اللاسامية في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل المجازر في غزة، والحقيقة أنهم لا ومؤخرا في بريطانيا كمان امبارح أو شيء، والحقيقة أنهم لا يتظاهرون ضد أي شيء محدد، بل احتجاجا ضد من يتكلم على ما يجري في غزة، ويحاولون فتح معركة أخرى لتمويه المجازر التي ترتكبها إسرائيل، ولإعادة رسم حدود حرية التعبير. بالمناسبة يستغلوا هم الوضع لإعادة رسم حرية، مش اللي أجوا على هاي الدول، لرسم حدود حرية التعبير بالمناسبة لتنتهي حرية التعبير حيث يبدأ نقد إسرائيل. هكذا أفهم هذا السلوك، وهكذا أفهم بياناتهم. منذ ذلك اليوم الذي نفذت فيه كتائب عز الدين القسام عمليتها وانطلاق الحملة الإعلامية الكبرى المؤيدة لإسرائيل في الغرب، واجه الفلسطينيون والمتضامنون معهم مضايقات وصلت حد الفصل من العمل، وكاد أن يمنع رفع علم فلسطين اللي بإسرائيل مش ممنوع رفعه، وارتداء الكوفية. منيح يبدأ حب أحكيها للألمان إنه بإسرائيل مش ممنوع رفع علم فلسطين بألمانيا. وفي 14 تشرين الأول أكتوبر قتل رجل أبيض طفلا فلسطينيا في الولايات المتحدة، وتعرضت والدته أيضا لطعنات جارها الأمريكي وما زال وضعها صعب، وذلك لأنهم فلسطينيون بحسب اعترافات الجاني. ويوم 26 تشرين الثاني نوفمبر أطلق رجل أبيض النار على 3 طلاب فلسطينيين في السنة الجامعية الأولى في فيرمونت، وحسب ما أعرف لم يتصل الرئيس بايدن بأهل الضحايا ولم يعانقهم كما عانق أهالي المخطوفين الإسرائيليين. وهذا لا يعني أني أعارض معانقته أهالي المخطوفين الإسرائيليين، بل أنتقد فقط حقيقة أنه يفعل ذلك في سياق تبرير الحرب، ولا يجد من المناسب الاتصال بذوي الضحايا العنصرية وجرائم الكراهية في سياق الصراع نفسه في بلاده. ألا يرى هابرماس، الآن رجعنا لهابرماس، أن الاستمرار الحقيقي للاسامية والعنصرية العرقية في أوروبا يتجلى في العداء لهؤلاء الناس الذين لا يرتاح كما يبدو كثيرا لوجودهم؟ ألا يرى فعلا أن كثير من المعادين المحتملين للسامية potential anti-Semites في الغرب في أوساط اليمين واليمين المتطرف هم حاليا أشد المؤيدين لإسرائيل؟ يعيدني البحث عن إجابة إلى ما أعتقد أنه تحول جذري في أفكاره منذ أن شهدت أوروبا هجرة واسعة لا سيما لجماعات ذات أصول مسلمة، وتزعزع كونية أفكار التنوير عنده، والتي بات يراها، أنا بقتبسه يعني، متجذرة فيما يعتبره حضارة ذات جذور يهودية مسيحية في أوروبا، Judeo Christian tradition. سوف أتجنب هذا النقاش المتشعب هنا مع اقتناعي بأن حضارة أوروبا ليست يهودية مسيحية بل مسيحية، بما إضافة إلى مكونات كثيرة أخرى غير الدين، وأن جذور التنوير ليست في الحضارة المسيحية بما هي مسيحية وحدها، بل أيضا في نقدها وفي التقاليد العقلانية غير المسيحية، وفي الثورة العلمية التي لا علاقة لها بنوع العقيدة الدينية، وفي نشوء الدولة المركزية والملكية المطلقة، وفي اكتشاف طرق التجارة البحرية والتفاعل مع الحضارات الأخرى. هاي كلها جذور التنوير، مش الدين المسيحي جذور التنوير. لم ينشأ التنوير من المسيحية سواء كانت كاثوليكية أم بروتستانتية، ولا علاقة ضرورية بين الأمرين. وسبق أن قدرت أن أفكار ما بعد العلمانية post secularism عند هابرماس المتأخر متعلقة بتفهمه خطاب أولئك الذين يدافعون عن طابع أوروبا المسيحي في مقابل الهجرة الواسعة في البلدان المسلمة، وبالقلق من أن يؤثر انعدام التجانس الثقافي في هيمنة الأفكار الديمقراطية الليبرالية في أوروبا. هذا القلق موجود عندهم كلهم، إنه هذا التنوع اللي حصل كذا ممكن يهدد الديمقراطية الليبرالية. والحقيقة أنه ربما محق في أمر واحد، وهو أن موجات الهجرة أثرت في هيمنة الديمقراطية الليبرالية، ولكن ليس من خلال الأكثرية الساحقة على الأقل من المهاجرين، فقلة منهم غير منسجمة مع هذه الهيمنة، وإنما من خلال رد الفعل اليمين المتطرف على الهجرة. هذا اللي هدد الليبرالية الديمقراطية وليس الهجرة ذاتها. أما بالنسبة إلى الموضوع الفلسطيني فلا يبدي هابرماس وزملاؤه أي حساسية تجاه هذا الموضوع، وما كان هذا بالأمر الذي يهمنا كثيرا لو عبروا عن عدم الاهتمام بالتزام الصمت إزاء الجريمة الجاري ارتكابها في غزة، ولكنهم قرروا
أن يصدروا هذا البيان المعيب والمنافق أخلاقياً، والذي لا يهمه من كل ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة سوى احتمال وقوع ردود فعل لا سامية في ألمانيا أو غيرها. ولا أطمح هنا أن أذكره بواجبه الأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، فليس عليه واجب كهذا، مش كل واحد عنده واجب تجاه الشعب الفلسطيني، ولا إحنا شعب الله المختار. كما أن الواجب الأخلاقي لا يفرض على أساتذة الجامعات، لكنه تطوع للإعلان عن موقفه من باب النفاق الأخلاقي حين أصر على رفض إطلاق وصف إبادة جماعية على القصف الممنهج والشامل الذي تعرضت له الحياة الفلسطينية في قطاع غزة، بما في ذلك الأبراج السكنية ومخيمات اللاجئين والمدارس والمستشفيات، والمسبوقة بالدعوات إلى تهجير السكان والتعبيرات الفاضحة للنيات الثأرية الانتقامية المعبر عنها في تصريحات قادة إسرائيليين، وهذا كله في أجواء العنصرية الهستيرية السائدة في الإعلام الإسرائيلي التي يتسرب بعض منها إلى الإعلام الغربي عند ظهور مسؤولين إسرائيليين وهو لم يدنها، حتى لو لم يتفق على تسميتها إبادة جماعية أو حتى يعبر عن نقده لها. صدق هابرماس في أمر واحد فقط، وهو اعتبار حرب إسرائيل هجوما انتقاميا، فقد استخدم هذا التعبير. إن مبدأ الدفاع عن النفس الذي يجب أن يكون متناسبا ومتوافقا مع القوانين الدبلية لا ينطبق على الاحتلال، ما بينطبق على إسرائيل مبدأ الدفاع عن النفس، ومن ينطبق عليه مبدأ الدفاع عن النفس في سياق الاحتلال هو الشعب الرازح تحت الاحتلال، ويسمى حق الدفاع عن النفس هذا حق المقاومة، الدفاع عن النفس المقاومة. إن حق المقاومة هو حق الدفاع عن النفس ضد عنف متواصل يمارسه العدوان المتمثل بالاحتلال، هذا هو تبريره الأخلاقي، هذا هو التبرير الأخلاقي للمقاومة، إنها دفاع عن النفس. أما في القانون الدولي فبموجب اتفاقية لاهاي لعام 1907 أو الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، يحظر على دولة الاحتلال استخدام مقاومة الاحتلال، يعني عمليات مقاومة الاحتلال، مبرراً لفرض عقوبة جماعية على الشعب المحتل. وعلى العكس من ذلك فإن الفلسطيني الحق القانوني في مقاومة الاحتلال باستخدام جميع الوسائل المتاحة وفق مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها في سياق نضالهم من أجل تقرير المصير. وهذا الحق ليس مطلقاً بل هو مقيد أيضاً بالقوانين الدولية وروح ميثاق الأمم المتحدة. النقطة الثانية، بهمش تأخر لأن احنا أكاديميين نناقش أكاديميين، هذا معهد جامعي مش هيك. النقطة الثانية في نقاشي مع هابرماس هي قضية الهولوكوست والعداء للسامية. ولا شك في وجود علاقة حقيقية فعلية بين المحرقة ضد يهود أوروبا واللاسامية، وإن كانت اللاسامية لا تفسر الأمر برمته، فلا مجال لتفسير ظاهرة بحجم المحرقة النازية من دون الدولة الشمولية اللي هي ظاهرة أوروبية، والعقلانية الأداتية الحديثة غير المعنية بالغايات اللي انتقدها زملائه أدورنو وهوكهايمر في كتاب خاص بنقد الانلايتنمنت بوصفه عقلانية أداتية، وتوافر آليات تحييد الحكم الأخلاقي لدى البيروقراطية، وظهور أشباه العلوم بسويدو ساينسز، هذه كلها ظواهر أوروبية الناجمة عن تطبيق نظريات بيولوجية على المجتمع، هذا كله اللي عمله الهولوكوست، مش بس اللاسامية، اللاسامية عنصر أساسي. ولا شك في أن استهداف اليهود بالمحرقة النازية له علاقة باللاسامية، سواء كانت اللاسامية الدينية والمتواصلة منذ القرون الوسطى أم اللاسامية القومية التي تعتبر اليهود عنصراً غير اندماجي يحول دون التجانس القومي بحسب بعض القوميين الأوروبيين وليس كلهم، فبعضهم كانوا أنفسهم يهوداً. وأخيراً اللاسامية الاجتماعية التي استخدمت التحريض ضد اليهود أداة لحرف الصراع الطبقي من الصراع ضد الرأسمالية إلى الصراع ضد التجار اليهود والمرابين وغيرهم، وقد امتزجت جميعها في الأيديولوجية اللاسامية العرقية للحزب النازي. ولا أعتقد أن غالبية الشعوب في أوروبا آمنت به، يعني باللاسامية، وإن كان بعض الأوساط في معظم الدول الأوروبية التي احتلتها ألمانيا النازية ولا سيما في فرنسا وبعض دول أوروبا الشرقية تواطأت مع عملية تجميع اليهود تمهيدا لإبادتهم، طبعا بيوعظوا علينا وبيعملوا مظاهرات. ما علاقة قضية فلسطين بالأمر؟ لا توجد أي علاقة للفلسطينيين والعرب بهذه الجريمة التي ارتكبت في أوروبا وخلفياتها الفكرية والأيديولوجية، ويعتبر الشعب الفلسطيني متضرراً منها وإن كان ضحية ثانوية لها بالنسبة للأوروبيين. فقبل الهولوكوست لم تحظى الصهيونية بنجاح في إقناع اليهود بالهجرة إلى فلسطين، وأسهمت الجريمة الكبرى التي ارتكبت ضد يهود أوروبا في زيادة معدلات الهجرة وأيضاً في تعاطف الدول الأوروبية مع المشروع الصهيوني. وإن كانت المصالح الغربية في منطقتنا قد اطلعت بدور في توليد هذا التعاطف، على كل حال الفلسطينيون هم بالنسبة لهؤلاء
أضرار جانبية كولاترال دامج في سياق حل المسألة اليهودية في أوروبا بإقامة دولة يهودية خارجها في فلسطين تحديدا. وقد تواطأت الصهيونية باستخدام المحرقة لابتزاز التعاطف مع مشروع استعماري في فلسطين وابتزاز التعويض المالي من ألمانيا إلى آخره. أوكي، برضو إلى آخره. طيب، نوصل لحد تاني. انضمت إلى النقاش وكيف لا أستاذة فلسفة أخرى هي شيلة بن حبيب. طبعاً أنا مفصل بموضوع الهولوكوست لأنه ضروري نفصل فيه، وضروري ما بس يعني ننفي وكلام فاضي، لا، بنفوت فيه بالتفصيل ونجاوب بالتفصيل عليه، لأنه استعملوا مصطلح الهولوكوست على يوم 7 أكتوبر، إنه هذا شيء مش معقول. يعني انضمت إلى النقاش، يعني 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 يكاد يكون أبسورد مقارنة هاد بهاد، والديسبليسمنت إسقاط عقدة الذنب علينا، يعني مجرد ذكر الكلمة معيب في سياق عربي مسلم في بلادنا بعيدة تماما عن هذه، عن السياقات اللي حكيت لكم على مركبة، قصة كبيرة كتير، هاي ما لنا علاقة فيها على الإطلاق. انضمت إلى النقاش وكيف لا أستاذة فلسفة أخرى هي شيلة بن حبيب، طبعا فيمينيست معروفة إلى آخره وتقدمية، وخصمها الرئيس فيه هو حركة حماس. موقفها، مواقف هذه المفكرة والناشطة النسوية عموما مناهضة للاحتلال، وهي تسلم بأن غزة بلغتها عبارة عن معسكر اعتقال كبير، ولكن حماس بأيديولوجيتها الداعية إلى القضاء على إسرائيل تتحمل المسؤولية عن الحصار وفقا لنصها الطويل قياسا على عريضة هابرماس وزملائه. لقد بكلامها لقد ارتكبت حماس جرائم حرب يوم 7 أكتوبر، وهنا تكرر كل ما يقال في الإعلام الإسرائيلي والغربي حول ما جرى في ذلك اليوم، ولكنها تضيف أن إسرائيل أيضا ترتكب جرائم حرب، يعني معقول، وتشدد على أن حماس لا يجوز أن تخرج منتصرة من هذه الحرب، لأن ذلك يحول دون صعود قيادات فلسطينية معتدلة. طبعا هي بتسمي البعض، يعني عندنا الجرأة يسمونه مين لازم يصير قيادة فلسطينية بالأسم، يعني بنسمي بعض الناس، وهي لا ترى دور إسرائيل في إفشال القيادات المعتدلة ونزع الشرعية عنها من كيفية معاملتها مع القيادات المعتدلة، ما هي اللي بهدلت وهمشت القيادات المعتدلة، ولا تدرك أهمية الكفاح المسلح في منح الشرعية للقوة التي تمارسه تحت الاحتلال. يعني صعب يتصوروها إنه القوة اللي بتمارس الكفاح المسلح ضد الاحتلال تكتسب شرعية، ما في نقاش، هذا واقع الاحتلال، هيك بفرض بتكاش تخلص من الاحتلال، تتخلص إذا بدك من القوة اللي بتأخذ شرعية وبتصير مضطرفي وكذا. تحت الاحتلال الكفاح المسلح يمنح شرعية لمن يمارسه. على كل حال، هي تطلب عدم اعتراض إسرائيل، اعتبار إسرائيل دولة استعمار استيطاني، ترفض هذا التعبير، وتدعو إلى تجنب استخدام المصطلح، لأن القومية الإسرائيلية والفلسطينية هما عبارة عن mutual mirror images، صور مرآة عن بعضهما. نعرف أن الصهيونية في نظر ذاتها حركة قومية، بل حركة تحرر وطني صهيونية بنظر ذاتها، لكن لا يمكن فهم مشروعها في فلسطين وسائله وبنيته من دون عده استعمارا استيطانيا، وذلك ليس فقط لأنه كذلك من زاوية نظر الفلسطينيين، هيك بنيته. تكاد بن حبيب تنتمي إلى اليسار الصهيوني المحتشد كله خلف الحرب حاليا، فالموضوع عندها هو حركتان قوميتان، هيك اليسار الصهيوني، تتصارعان على الأرض نفسها، وما يحول دون تفاهمهما هم المتطرفون من الطرفين. ولذلك تستسهل السيدة بن حبيب إدانة بيتسل إيل سموتريتش وإيتمر بن غفير، ولكنهما ليسا من يقود الحرب حاليا. اللي بيقود الحرب حاليا هن المعتدلين تبعونها الإسرائيليين، بين قوسين طبعا. فالجنرالات العلمانيون الذين يحترمون نسبيا حقوق المرأة في الجيش وكذلك حقوق المثليين هم الذين يقودون الحرب. هؤلاء متنورون بالتأكيد في نظر بن حبيب، وربما تحضر زوجاتهم وبناتهم محاضرات السيدة النسوية الشهيرة حين تدعى إلى جامعات إسرائيلية، وبتيجي مرات بتحاضر. ولذلك أيضا لا يجوز في نظرها أن تنتصر حماس في هذه الحرب، وبعبارة أخرى يجب أن تهزم. شو يعني لا يجوز أن تنتصر؟ لا، يجب أن تهزم، ولكن ماذا بعد أن تبين أن ثمن هزيمة حماس هو تدمير قطاع غزة والقيام بعملية إبادة للشعب الفلسطيني؟ الموقف الأخلاقي غير واضح، ويزداد غموضاً بعد أن تتهم بن حبيب الحركة
حماس بوضع قواعدها وأنفاقها بين المدنيين وتحت المستشفيات، وتحويل الفلسطينيين إلى أضرار جانبية للقصف الإسرائيلي لهذه المرافق، ما يعني أنها المسؤولة عن قصف المستشفيات أيضا. ولكن أين ذهب الموقف الأخلاقي؟ ضاع في خضم التحليل العقلاني مع أخطائها الكثيرة في الوقائع أيضا، وفي مقاربة الاحتلال وضحاياه بوصف الاحتلال وضحايا الاحتلال بوصفهما طرفين متوازيين، والانجراف ميرور إيميجز، والانجراف خلف العداء للإسلاميين إلى درجة رفض الحق في مقاومة الاحتلال إذا كانوا هم من يمارسونه. والأهم من هذا كله، وهذا على فكرة رائج الموقف، والأهم من هذا كله أن من تريده أن يهزم حماس ليس قوة تنوير الاعتدال الفلسطيني التي سوف تقيم العدل والإنصاف والسلام الدائم بين الشعبين، بل الاحتلال ذاته. هي تريد أن يهزم الاحتلال حماس الذي لم يستخلص مما جرى ضرورة التوصل إلى سلام عادل، بل إلى أن أخطاء عسكرية حصلت وأن السيطرة على الشعب الفلسطيني يجب أن تكون أكثر إحكاماً بعد الحرب. هؤلاء اللي بيهزموا حماس، لقد سقط هؤلاء المفكرون في الامتحان الأخلاقي حين برروا حرباً شاملة تشنها دولة محتلة على الشعب الخاضع لسلطتها، ولم يضعوا حدوداً واضحة لما يمكن أن تقوم به دولة الاحتلال ضد المدنيين العزل، حتى لو افترضوا، طبعاً افتراض خاطئ، بس حتى لو افترضوا أن الشعب رهينة في أيدي حركة إرهابية وليس رهينة الحصار والاحتلال كما أعتقد أنا. ومع ذلك سوف نخوض نقاش الإبادة الجماعية. أما بشأن الاستعمار الاستيطاني فقد بحثته طويلاً في مواضع أخرى. نيجي على الإبادة الجماعية، كم ساعة؟ طيب نحكي على الإبادة الجماعية إذن. جينوسايد. خلافاً لما يعتقد، زملائي الأعزاء، سيدات والسادة، خلافاً لما يعتقد، يمكن هذا مفاجئ للبعض، لم ينحت مصطلح الإبادة الجماعية القانوني بناءً على كارثة الهولوكوست، بل بناءً على تصرف قوات الاحتلال الألمانية في الدول الأوروبية عموماً، أي بما في ذلك وصف جرائم أقل من المحرقة النازية ليهود أوروبا على أنها جينوسايد. لقد صاغ المحامي البولندي رافائيل ليمكن، توفي عام 59، تعبير الإبادة الجماعية لأول مرة في كتابه حكم المحور Axis States، يعني في أوروبا المحتلة، أو Axis Rule in Occupied Europe، في عام 44، حيث كتب: بشكل عام جريمة الإبادة الجماعية لا تعني بالضرورة التدمير الفوري والمباشر لأمة، وإنما القصد من هذا المصطلح الدلالة على خطة منسقة من أفعال مختلفة تهدف إلى تدمير الأسس الجوهرية لحياة الجماعات القومية بهدف إبادة الجماعات نفسها، يعني مش كل الأفراد. قد تكون غايات مثل هذه الخطة حل المؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية واللغوية والمشاعر القومية والدين والوجود الاقتصادي للجماعات القومية، وتدمير الأمن الشخصي والحرية والصحة والكرامة وحتى حياة الأفراد، آخر شيء، الذين ينتمون إلى هذه الجماعات. الإبادة الجماعية موجهة ضد الجماعة القومية بصفتها وحدة entity، والأعمال المقصودة موجهة ضد أفراد ليس بصفتهم الفردية لكن بصفتهم أعضاء في الجماعة. ووفق الكاتب نفسه تنفذ الإبادة الجماعية في مرحلتين: الأول تدمير النمط الوطني أو القومي للجماعة المضطهدة، والآخر فرض النمط pattern، ما عرفتش ترجمها غير نمط، وفيش ترجمة للعربي، فترجمة pattern لنمط. تنفذ الإبادة الجماعية في مرحلتين: الأول تدمير النمط الوطني أو القومي للجماعة المضطهدة، والآخر فرض النمط الوطني للمضطهد. شوفوا زي استعمار استيطاني يعني. أبداً، يعني كأنها تعريف الاستعمار الاستيطاني، يعني تعريف اللي صار في فلسطين. ويمكن أن يتعرض السكان المضطهدون الذين يسمح لهم بالبقاء لهذا الإملاء أو الإرغام، كما أبداً بالضبط يعني، كما يمكن أن يفرض على الأرض وحدها بعد إبعاد السكان واستعمار المنطقة من المنتمين قومياً إلى جماعة المضطهدين. نزع الصفة القومية denationalization هي الكلمة التي استخدمت في الماضي لوصف تدمير النمط الوطني، وهذا يعني أن المصطلح ينطبق تماماً على نكبة الشعب الفلسطيني وكأنه صمم خصيصاً للدلالة عليها. ولكن هذا في حد ذاته لا يكفي في رأي الكاتب، لأن المقصود ليس فقط نزع الصفة الوطنية بالطرائق السلمية أو غيرها، وإنما المقصود فرض نموذج قومي آخر بعد نزع الصفة القومية بالقوة. نلاحظ أن الكاتب حين يتحدث عن الإبادة الجماعية لا يقصد الجريمة التي ارتكبت بحق اليهود، وإنما ممارسات ألمانيا في مجمل المناطق المحتلة،
ويتحدث عن الإبادة الجماعية في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيولوجية، بما في ذلك التمييز العنصري في مجالات التغذية وتعريض الصحة للخطر وقتل الجماعي والمجالات الدينية والأخلاقية. هلا بنيجي للأمم المتحدة، هذا كتاب، لكن هذا الشخص اللي كتب الكتاب ساهم بصياغة قرار الأمم المتحدة، يعني دعوه يساهم في صياغة القرار، ولذلك القرار كأنه مأخوذ من الاقتباس، كأنه مأخوذ من الكتاب. وقد اعترفت الجمعية العامة للمتحدة بالإبادة الجماعية لأول مرة بوصفها جريمة بموجب القانون الدولي في عام 46 بعد كتابه بسنتين. وصدر قرار رقم 96-1 في 11 كانون الأول ديسمبر 46، وأسهم لمكن في صياغته وعرف الإبادة الجماعية على النحو التالي، هي أمامه. هي إن كان بنفس الكلام، وتبنت الجمعية العامة في 9 كانون الأول 48 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، GPPCG Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide، والتي تسمى غالبا اتفاقية الإبادة الجماعية Genocide Convention، وتنص الاتفاقية في ديباجتها إلى آخره. الآن أنا بدي أنقلكم على المادة الأولى، اترك المقدمة. المادة الأولى: تصادق الأطراف المتقاعقدة على أن الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في أيام السلم أو أيام الحرب، البولد مني هذا، أيام السلم أو أي تشديد مني، هي جريمة بمقتبل القانون الدولي وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها. ليش أنا شددت؟ لأنه في ناس بيقول لك بزمن الحرب بيموت الناس، الجينوسايد بزمن السلم يعني فيه تخطيط لإبادة الشعب، بس في زمن الحرب الناس بتموت. لا، في زمن السلم يعني الحرب مش حجي، وفي زمن الحرب. طيب المادة الثانية، لأنه أنا سامع إسرائيليين بيقولوا هالكلام بيصعفهم، إنه أي بالحرب بيموت ناس بالحرب. المادة الثانية: في هذه الاتفاقية تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية المرتكبة. هلا الأفعال مش عددها، بس أنا بهمني اللي شددت عليه: بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية. شو يعني؟ هلا الأعمال قتل 10 ولا 1000 ولا 50 مش مهم، مش هذا المهم. هلا بيجيب لك قتل مجموعة، قتل أفراد، نقل أفراد إلى آخره، مش مهم. المهم شو الهدف اللي بيحدد الإبادة الجماعية؟ ليس عدد القتلى ولا كم الألم الجسماني، وإنما الهدف. إذا كان القصد هو تدمير جماعة، يعني إذا كان هذا العمل يأتي في إطار عملية إبادة، بمعنى ليس القتل وحده هو ليس قتل الأفراد أو حرمانه وكذا، ولكن الغاية وهي تدمير الجماعة، ثقافتها، كيانها القومي إلى آخره، إذا كان القتل يتم في هذا الإطار فهو إبادة. يعني ما بننتظر لحد ما يقتلوا كل سكان غزة ويشردوهم كلهم، لا، بما أنه القتل والتشريد جاري في إطار غايته التهجير أو غيره فهو جينوسايد. هذا اللي بتقوله الأمم المتحدة، كل كلام تاني كلام فارغ، نقاشات صفصطائية بلا حدود. طبعا أنا بقول كل هذا أيضا لا يعني أنت موقفك الأخلاقي بتحددش موجب المصطلحات، بتحدد المصطلحات موجب موقفك الأخلاقي. يعني عندما وصلت البشرية بعد الحرب العالمية الثانية إلى ضرورة وضع هذا المصطلح، لأنه عندها موقف أخلاقي من اللي جرى، مش أنه المصطلح عملها موقف أخلاقي، لأنه ضروري أنه في شيء اسمه international community، في شيء اسمه إنسانية، وقررت أنه هاي الإنسانية في قيم تجمعها في قضايا 1-2-3، ومنها منع الجينوسايد. بناء عليه حددوا مصطلح اسمه الجينوسايد، مش العكس. يعني الموقف الأخلاقي سابق، اللي حضرات الأساتذة والمفكرين بضيعولنا الوقت بالنقاش عن المصطلح. ترك المصطلح، أنت شو موقفك من القتل والهذا؟ قصف مستشفيات ومدارس بشكل منهجي، مختفيين فيها ناس من حماس، موضوعين. نفرض مختفيين بسامعينك من 5 سنين بتقول إنه فيها ناس من حماس، بضلين جالسين يستنوك؟ يعني أكيد بيكونوا تركوا، وإذا تركوا مش راح يتركوا سلاح مشان تتصور أنت والسلاح. طيب ونفترض إنهم موجودين، ما هو الناس مجرم، مجرم يا أخي مش حماس، مجرم قاتل، لجأ لمستشفى، شو بتقصف المستشفى؟ ما هو ليش الناس تلجأ لمستشفى؟ لأنك أنت ما بتقصف مستشفيات، بتصير تفاوض، بتصير تحكي، بس ما بتقصف. يعني عصابة حرامية مش حركة تحرر وطني سرقت مال ولحقها الشرطة وما لقت غير مدرسة كنيسة تفوت عليها، بتروح تقصف الكنيسة؟ خلصنا، ما في قواعد بشرية ولا قواعد إنسانية. هذا السندروم الإسرائيلي اللي بحكي عنه، الوقاحة اللي أصبحت سابقة خطيرة، صمت العالم عليها وتحديدا المفكرين من هالنوع سابقة خطيرة جدا. في تواضعات إنسانية، في مصطلحات اصطلح عليها، غريب. هلا بنيجي لتعريف الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي. على فكرة أنتم انظروا أول شيء لواحد قتل أعضاء من الجماعة، مش كل الجماعة، الحاق أذى جسدي أو روحي بأعضاء من الجماعة مش بالجماعة، مجرد أنه عندك الخطة وأنت تلحق حتى لو بأفراد،
وذلك كل النقاش لا ما يجري في غزة بناء على النوايا الإسرائيلية المعلنة هو جينوسايد. وتعرف المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، وهي المعاهدة التي أنشت موجبها المحكمة ICC بعد اعتمادها في مؤتمر الجمعية العامة المتحدة إلى آخره. نفس الشيء، بس أنا وين بحب هنا تنظروا أيضا للي معلمه بأصفر يمكن هون، هلا هي نفس الشرح لكن مفصلين أكثر باللي ما يمكن اعتباره إبادة جماعية. البند 3 في كل بنود، البند 3 بكل تفاصيل عدة صفحات، بس في كل مرة مرة مرتين ثلاثة أربعة البند 3 نفسه بتكرر. أقرأ لكم إياه. أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية كلياً أو جزئياً بصفتها تلك، يعني لأنهم فلسطينيين، لأنهم عرب، لأنهم هذا هم. وهي بتتكرر في كل تفصيل من التفاصيل، هو هذا البند الثالث. خلصنا الآن. طبعاً النوايا أنا حطناها كفوتنوت في بداية المحاضرة. في عندي قائمة طويلة بالإعلان عن النوايا، التهجير والكذا، قائمة طويلة مش سر يعني، والمفاوضات مع مصر ومفاوضات مع دول العالم تأخذوا الفلسطينيين تخلصوا، والتضييق عليهم ليهاجروا أولا للجنوب ثم منشوف بعدين إلى آخره. النوايا واضحة وأعتقد ما زالت موجودة إذا لم يتم وقفها، يعني وقفها بقوة مضادة، أن توقف نية التهجير. نيجي لمبدأ تاني جرى النقاش طويلاً عنه وأنهي من ريحته، يعني بشأن حق الدفاع عن النفس المواثيق الدولية، دفاع عن النفس. تنص المادة واحد، هاي الكل بيحكي فيها، تنص المادة 51 ميثاق الأمم المتحدة التي تعرف الدفاع عن النفس على أنه الحق الطبيعي للدول فرادة أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن، يعني مش عطول، لحد ما مجلس الأمن ينعقد ويتخذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً ولا تؤثر تلك التدابير. طبعاً إسرائيل ما بلغتش هذا، إنها بدها تقصف مستشفيات ومدارس، ما بلغت مجلس الأمن، فيما للمجلس مقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ المجلس الأمن في أي وقت ما يرى ضرورة اتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. أوكي. هلا إسرائيل، الولايات المتحدة، الدول الأوروبية كلهم ميثاق بند 51 ميثاق الأمم المتحدة من حق إسرائيل دفاع عن النفس. أنت كفلسطيني مطلوب منك أمرين وبعدين تجلس ساكن. أولاً الدين عملية 7 أكتوبر، بعدين تعترف بحق إسرائيل دفاع عن النفس. شيء. هذا هاي بنية الارغومنتس حتى الآن. تيجي إسرائيل حاولت في الماضي استخدام مبدأ حق الدفاع عن النفس لتبرير بناء الجدار العازل. الجدار العازل يعني جدار الفصل العنصري انبنى على أساس بند 51 من الميثاق وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. في عام 2004 توجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة، جمعية العامة للأمم المتحدة توجهت للمحكمة الدولية وطلبت بقرار استشاري من المحكمة الدولية بشأن بناء الجدار، وهذا أبلغ قرار حتى الآن ومن أفضل القرارات التي صدرت، ولا تحترمها إسرائيل مثل لا تحترم أي قرار دولي، التي صدرت حول موضوع الجدار. شو بتقول المحكمة الدولية؟ في العام 2004 قرارها الممتاز بطلب من جمعية بشأن التبعات القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونص على أن حق الدفاع الشرعي أو الطبيعي عن النفس لا ينطبق على إسرائيل بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. شو بيقول النص؟ إن المادة 51 من الميثاق تقر بوجود حق أصيل بالدفاع عن النفس إلى آخره، لكن إسرائيل لا تدعي أن الهجمات التي تتعرض لها منسوبة لدولة أجنبية. تلاحظ المحكمة أيضا أن إسرائيل تمارس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن كما تصرح إسرائيل بنفسها التهديد الذي تعده مبررا لبناء الجدار ينبع من داخل تلك الأراضي وليس من خارجها. تختلف الحالة إذن عن تلك التي قصدتها قرارات مجلس الأمن ويكرر هذه القرارات، ولذلك فإن إسرائيل لا يمكنها في أي حال أن تستدعي تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة الدفاع عن النفس. وبناء على ذلك تستنتج المحكمة أن لا علاقة للمادة 51 من الميثاق بهذه الحالة. في أوضح من هيك؟ وهذا هو الذي يكررونه ليل نهار، أن إسرائيل
ما فعلته. لكن أنا كمان مرة بدي أرجع للأخلاق. طبعاً حتى حق الدفاع عن النفس ميثاق الأمم المتحدة بموجب روح الميثاق مش مسموح لك تعمل كل شيء، مثل كمان مش حق المقاومة بعطيك، ما بعطي الحق في فعل كل شيء باسم المقاومة، كمان بده يكون بموجب القانون الدولي وروح ميثاق الأمم المتحدة. روح ميثاق الأمم المتحدة هي القيم الكونية التي اتفقت عليها البشرية، هي روح ميثاق الأمم المتحدة. حق الدفاع عن النفس عندما يصبح قتل 6-7 آلاف طفل وآلاف النساء ويصل عدد القتل إلى 15 ألف من المدنيين، وربما أنا بعتقد سيصل إلى 20 ألف لأنه سيجدون المفقودين تحت الأنقاض. عندما يصل إلى ذلك لا يعود الحديث عن حق الدفاع عن النفس إلا انحطاط أخلاقي. انحطاط أخلاقي مطلوب لتبرير قتل هذا العدد من الأطفال. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله. جزيل الشكر دكتور عزمي على هذه المحاضرة القيمة والغنية بمحاورها السياسية والأخلاقية والقانونية. وأضيف فقط إلى ما تفضلت به، يعني إذا وصل عدد القتلى في والشهداء في قطاع غزة إلى 20 ألف أو أكثر من ذلك بقليل، فهذا يعني أن 1% من كل سكان غزة قد تم قتلهم، لأنه عدد سكان غزة تقريبا 2.3 مليون. إذا وصل عدد القتلى إلى 20 أو ما يزيد عن ذلك فهذا يعني أنه 1%، ويمكن أن نقيس هذا الرقم بطبيعة الحال على أي دولة مليونية لنفهم معناه أو مغزاه، رغم أنه هذا لا يعني أنه العدد قليل في غزة قياساً لعدد السكان. طيب أنا أفتح المجال الآن.